بتقول لما بتحب بقى تفتخر بنفسك كده وبتاع تخش تسمع بصوتك. اي هدف علقت عليه لمحمد صلاح، سواء لما كان بدأ مشواره الاحترافي في بازل وبعد كده في تشيلسي وبعد كده روما وفيورنتينا وليفربول. يمكن عايز اقول لك حاجه، اول هاتريك لمحمد صلاح احترافي او اول هاتريك بالنسبه له في الاحتراف كان سجله في مرمى بولونيا لما كان موجود مع روما. ده سجل هاتريك في تلك المباراه، وكان ده اول هاتريك، والهاتريك علقت على الماتش ده كان بصوتي. وساعتها قلت لها عملوها تاني وعملوها تالت ولا لا؟ انا ما كنت حاجات كتيره بقى ساعتها يعني، بس انا كنت مستمتع جدا بالمباراه دي. طب ايه الماتش لو رجع بيك الزمن هتبقى نفسك تعلق عليه؟ انا امنيه حياتي ان انا كنت اعلق لمنتخب مصر في كاس العالم، والحمد لله علقت، وكان ليا الشرف ان انا علقت في كاس العالم روسيا، ماتش منتخب مصر امام منتخب روسيا. اتمنى ان شاء الله باذن الله اعلق لمنتخب مصر في كاس العالم في النسخه القادمه في 2026 باذن الله ان شاء الله.